بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني وأعزتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشروعنا اليوم هو عبارة عن عمل صورة للبروفايل على صفحة الفيسبوك، فنبدأ على بركة الله في برنامج الفوتوشوب. في البداية ملف جديد، ونكتب القياسات التالية: 180 في 540، ونبقي باقي الإعدادات كما هي. طبعا نظهر الرولر في الأعلى، المسطرة، ونسحب من الأعلى ونضعها في المنتصف، ونسحب من الطرف ونضعها في المنتصف عشان نعرف الصورة وامتدادات الصور بالضبط، فين نبغى نوسط صورنا في المنتصف. بعد كده نعمل دبل كليك على اللاير الباك جراوند الخلفية، نضغط موافق، ثم نأتي على ملف وبليس. ممكن احنا نعملها بأوبن، نفتح الملف ونعمل له قص ولصق وتحديد، لكن الأفضل نعملها بالبليس. نيجي على الصورة اللي موجودة ونكبر الصورة، نديها انتر، موافق. نجيب الصور، نحاول نوسطها في المنتصف، منتصف الصفحة. بعد كده نيجي على فلتر نويز وريديوس نويز. الصورة فيها بعض الخدوش، عشان نزيل الخدوش هذه نضغط على نويز او ريديوس نويز، قوله موافق. طبعا نختار فوق النسبة 10، ثم نضغط اوكي. الان الصورة اصبحت افضل من اول بكثير، اذا لاحظنا في نسبة نعومة في الصورة، هذه سببها انه كان موجود في بعض النويز اللي هي الخدوش. بعد كده برضو نعمل بليس، ونجيب اللي هي شعار الفيسبوك، شعار الفيسبوك، هذا شعار الفيسبوك، نضعه، صغره ونضعه في أسفل الصفحة، ثم نضغط على انتر. بعد كده ممكن نجيب بليس، ونجيب برضو علامة التويتر او علامة الفيسبوك مرة ثانية، ولكن بشكل مربع، نصغرها ونضعها في الأعلى. الخطوة الثانية كتابة الاسم في الأعلى، وكتابة الاسم أو الموقع الأفضل أنك تكتبه تحت. فنجي هنا نختار التكست، نكتب الموقع www.zakyfarrash.ws website. بعدين نجي على Edit، Control T، Free Transform، ونصغر الكتابة بهذا الشكل. ثم نضغط موافق. يبقى علينا الاسم في التويتر او في الفيسبوك، نكتبه برضو في الاعلى، اسمك ZAKYFARRASH. طبعا انا اخترت الخط اللي هو اسمه cut and paste، موجود على موقع اللي هو ده فونت، هذا هو الخط، نختاره. طبعا نحاول نجيبه هنا بجانب الفيسبوك لوجو. لتغيير اللون ممكن نضغط على حرف التي مرة ثانية، نختار الكلمة بالكامل، ثم نضغط على اللون، يتغير اللون بالأبيض. ممكن نشوف الصورة بالكامل، نضغط مسافة
الخطوة الثانية هي دمج الصور كاملة، نحدد الصورة الأولى ثم نجي على الصورة الأخيرة ونضغط Shift ونضغط الصورة الأخيرة، تكون تحددت جميع الصور جميع الطبقات تم تحديدها. بعد كده نجي على Layer ودمج الخلايا أو دمج الطبقات اللي هو Merge Edit اللي هو Control E، يصير طبقة واحدة حفظ باسم ثم نحفظه JPG ونكتب طبعا Facebook Picture، نحفظها. بكده نكون انتهينا من مشروعنا اللي هو عبارة عن وضع صورة للبروفايل لأي شخص يبغى يعمل بروفايل له في الفيسبوك، وأشوفكم إن شاء الله في شروحات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.